ايه تلبية. المصارحة؟ لانه اهم قضية عند المدرس هيقول لك المرتبات. انت حضرتك بتتكلم عن قيمة المدرس، وكاد المعلم ان يكون رسولا، لكن في نفس الوقت يعني ما يحصل عليه ينتقص من قيمته حسب ما هو بيقول يعني، ويدفعه الى الدروس الخصوصية. بس حضرتك المعلمين زي كل موظفين الدولة مرتباتهم يعني محتاجة تزيد، لان هي ضعيفة عموما، مش مدرسين بس، جهات كثيرة جدا في الدولة. ده جدل كبير جدا، مش قصة التعليم فقط، المدرسين ليهم كادر طبعا ولهم مكافآت وحاجات خاصة بيهم، انما يظل الدولة عموما عندها نفس المشكلة دي، فمش المعلمين بس. الحاجة التانية انه انا مقتنع ان المعلمين محتاجين يزيدوا، طبعا محتاجين يزيدوا، بس السؤال هنجيب ده ازاي؟ هنجيب ازاي؟ وزارة لازم المالية الموارد هتقول لحضرتك لا. وزارة المالية محملة بأعباء لا يمكن الناس تتخيلها الحقيقة، يعني كتيرة جدا جدا. طيب وبعدين الناس بتزعل لما نيجي نتكلم عن الجوانب الاقتصادية، لك لا ده الدستور وبتاع. طيب لو الجوانب الاقتصادية اللي تعمل تدبير ذاتي يعني ما هو أي حاجة في الدنيا بتتكلف فلوس، لازم نعرف فلوس جاية منين. يعني التعليم بيتكلف فلوس، سيادة الرئيس قالت الناس بره بتكلف التعليم 10,000 دولار للطالب، احنا لا نتجاوز ال 5,000 جنيه. فحضرتك بتتكلم على نسبة مختلفة تماما. ايه بقى ال 5,000 جنيه دول؟ نصيب الطالب من موازنة الدولة المتاحة للتعليم بس، عشان نعليه. السؤال الفرق ده هيجي منين؟ ولو هنعلي ماهيات المعلمين هتزود التكلفه دي، هي كلها حسابات بسيطه خالص، لازم يبقى عندي موارد عشان اعرف اطلع ده. فالموارد دي هتتاخد زي الاواني المستطرقه، هجيبها من حته هتنزل، هاخد من حاجه عشان اديك ده، ياخد من التموين، ياخد من الصحه، ياخد من الاسكان، ما هتيجي منين؟ ما هي لازم. لو احنا بننتج اكتر وفي سياحه وفي دخل وفي حاجات بنطلع، عندنا مصانع بتطلع، كان هيبقى الموازنه اكبر. فاحنا لازم مش حياتنا هي انت ده بقى البيضة ولا الفرخ، ما لازم انتاجنا يزيد عشان دخلنا يزيد عشان نعيش كلنا في رغد. فاحنا في مرحلة في معركة لازم ناخدها دلوقتي، لازم نبتدي. نبتدي بايه؟ نبتدي بان الناس اللي خارجة من نظام التعليم تصبح قادرة على الاضافة للدولة. طيب دي طيب اعمل ده بقى ازاي يا سيادة الوزير؟ في شكل اجراءات يعني. انا اخشى بس انه ان الناس تعتبر الكلام ولا الكلام ده هتحول الى خطوات عمليه. احنا كل حاجه على فكره بنقولها، احنا اكتر يمكن ناس بنتكلم دلوقتي بالارقام. احنا عملنا اللي قلته لحضرتك عليه. لو هنتكلم مثلا في الفصول اقول لك بنينا كام فصل بالظبط وايه اللي هيجي بعد شهر واثنين وثلاثه. لا انا بتكلم في الخطه بقى، في خطه التطوير يعني. امتى الثانويه العامه مش هتعتمد على المجموع فقط ويمكن ان تعتمد على الميول والمواد اللي هو في القبول؟ احنا حضرتك السؤال اللي ابتديت بيه خالص، لا احنا شايفين ان النظام الحالي مهما صلحنا فيه مش هيدينا النتيجه اللي احنا عاوزينها. النظام الثانويه العامه الحالي؟ لا، نظام التعليم، نظام التعليم ككل. طب نعمل ايه بقى؟ فاحنا قلنا طيب عشان انت عندك مشكله، انا وصفت حجمها، هنعمل ايه؟ هنبتدي دايما من الطفوله المبكره، لازم ترجع تاني تبتدي من الحضانه. كنت عاوز تشكل الانسان المصري الجديد من حيث الشخصيه والانتماء والهويه والاخلاق والقيم زائد المعارف والفكر. هبتدي من طفل. طيب لسه ما انا عايز امسك خطوه اخرى، اقول واحد في الحضانه ده اللي ناوي وزير التربية والتعليم يعمله وفقا لخطة التطوير اللي اعلن عنها. بس احنا ماشيين في اتجاهين ما نقدرش ما نمشيش فيهم. احنا دي الفكرة. طب وهنعمل ايه في ال 20 مليون؟ ما انت عندك 20 مليون فعلا جوه السيستم اللي بنقول عليه مش كويس ده. 20 مليون طالب. فاحنا لازم بالضرورة، ما فيش حل غير انه ده يمشي ونطوره قدر الامكان. وما نحلم بيه نبتديه من الاول خالص، لانك مش هتقدر تيجي على حد قضى 6-7 سنين بطريقه معينه وتغيرها له بالكامل خلاص. زي اللي عنده طفل اذا ما قدرش في الاول خالص يمشي في التربيه مظبوط مش هيقدر يصلحها بسهوله وهو عنده 10 و11 سنه. اللي فاتك بقى هنا صعب استرجاعه، لو ما قدرتش تعلمه لغه وهو صغير صعب وهو كبير وهكذا. فاحنا عندنا حاجتين ماشيين بالتوازي.
السيستم الحالي الموجود اللي هو اللي هم اللي بيندرجوا تحت مظله التعليم الحالي يعني ال 20 مليون طالب. منظومه التعليم العام والفني الحاليه بنحاول نطورها قدر الامكان في حدود الامكانيات دي بالقماش اللي عندك. ايه التطوير اللي هعمله بقى يا سياده الوزير؟ ما هو لو هنختار حاجه نعملها من ضمن كل خلينا اقول مثلا دي. انا عايز اشوف مناهج وعايز اشوف امتحانات وعايز اشوف ثانويه عامه وقبول بعد كده والمرحله الابتدائيه هنناقش كل ده يعني ايه التصور؟ احنا دلوقتي اللي بنقترحه ده قصاده فلوس كتيره جدا عشان نعمل نظام جديد من الحضانه ده هيحتاج فلوس مش موجوده دلوقتي. ده مشروع قومي بقى محتاج التزام من الدوله كبير جدا ان احنا نبتدي من الحضانه حاجه غير اللي موجود. احنا اقول لحضرتك بنحاول نعمل ايه؟ عاوزين نوقف القبول في النظام ده ما ناخدش فيه ولاد اكتر من كده خلاص. يعني اللي داخل اولى ابتدائي ندخله سكه جديده بقى سكه تتمشى مع طموحاتنا. يعني توقف الدخول للمرحله الابتدائيه على هتدخله على حاجه تانية. هنعمل نظام جديد هنسميه ايه مثلا؟ هنسميه نظام نمره 2 الجديد. هاخده من الحضانه هناخده ده هنبقى نتكلم هنعمل معاه ايه. خلينا ده لوحده دلوقتي على جنب. طيب اللي موجود بقى لازم يكمل. قدامي 12 سنة لحد ما كل اللي جوه الصندوق ده يطلع. صح؟ وبنبني في التاني. فبقى عندنا تعليمين مش تعليم واحد. تعليم للحضانة والأطفال ده عملته سنغافورة وعملته فنلندا أكيد. أمال هم اتطوروا كده إزاي؟ هو وقف اللي كان عنده ومشي في سكة جديدة. انما اللي هو دلوقتي في المرحلة الابتدائية وبعدين الإعدادية والثانوية دول 12 سنة لازم همشي معاهم لازم همشي يعني. فيه هنا بقى عندنا لستة طويلة جدا من زي الفرمان كده من المشاكل. طب هصرف فلوسي على ايه؟ على الحيطان والخرسانات ولا هصرفها على المعلم ولا هصرفها على تطوير مناهج؟ يعني لازم احط صباعي ايه اكتر حاجة لو صرفت عليها تجيب تأثير. احنا شايفين حاجتين. الاستثمار في العنصر البشري يظل اول اختيار للفلوس المحدودة اللي عندنا. يعني لو بنطلب من الدولة فلوس عايزين نوجهها للبشر قبل أي حاجة. لأن لو عندي أستاذ كويس واقف في الصحراء وقاعد قدامه أطفال يقدر يثير انتباههم وهيتعلموا كويس قبل أي حاجة من غير فاصل. أنا عاوز الأستاذ. ما حضرتك هتبني ملعب كورة وتحط إضاءة وترتان وبتاع وما عندكش لعيبة. لا أنا عاوز اللعيبة الأول. عايزين مدرسين الأول. عاوز المدرس الممتاز. المدرس الممتاز. المدرس الممتاز يحل لي 75 إلى 80% من المشاكل الحالية لو ثبتت كل العناصر التانية. يعني أولويات حضرتك لو تم اعتماد المبالغ المالية في النظام الجديد ده حديها للمدرس. 100%. في صورة تدريب، في صورة مرتبات، في صورة حياة أفضل بكل المعلم نمرة واحد. نمرة اتنين بقى انت اللي محرك النظام كله ايه؟ الحاجة اللي انت حطيتها في الاخر نظام التقييم هو بيروح لها بيخدم عليها. احنا عملنا نظام ما فيهوش نمر بياخدها في اولى اعدادي وثالثة اعدادي واولى ثانوي وبتاع بتفرق خالص. هو في الاخر الامتحان المرعب ده اللي هو الثانوية العامة مصيره يقوم النتيجة طبعا بالضرورة تكون ما تروحش لمدرسة ولا تهتم بأي حاجة خالص. انسى بقى المعرفة والبتاع. دلوقتي بنتدرب عشان نعدي من عنق الزجاجة. عنق الزجاجة هو ده. وكمان هذا الامتحان بيقيس حاجة ما تهمناش خالص. يا بيقيس مهارة. أنا بقيس بسأل حضرتك سؤال ما يفرقش خالص في مستقبلك. طب أنا عمال أدرب الراجل ده على مهارة لن يستخدمها. اللي هو امتحان الثانويه العامه اللي هو كل منظومه الامتحانات ما بتقيسش كل مهارة من اللي محتاجينها في الزمن اللي هيشتغلوا فيه. الناس كلها بتتكلم على فكره حل المشاكل مش وصف المشاكل. اسهل كتير ان اوصف المشكله. اللي يلاقي الحل ده اصعب 100 مره واللي قادر على تنفيذه اصعب واصعب. الكلام سهل التنفيذ صعب. طيب المهاره دي اجيبها منين؟ العمل الجماعي اجيبه منين؟ ازاي نشتغل مع بعض وما نتخانقش واقول انا الاول وانا الكبير وانا المهم وحاجات زي كده. ازاي نخليهم يعملوا نقد حقيقي؟ ازاي يفكر في الحاجه ويدرسها ويعمل بس ده هعمله في اللي هاخده من الحضانه ولا ممكن يتعمل في الحالي؟ ممكن الحالي يتحسن كتير. وانا اثق في الشباب الحقيقه ثقه مطلقه. على فكره
احنا بنعامل الناس اللي قدامنا الشعب كله في الاعلام كمنظومه والنواب واولياء الامور والمعلمين والمديرين والاداره. الطلبه على فكره هم اللي ساكتين، تصور اللي بيشتكي الكبار مش الصغيرين. الصغيرين في رايي اذكياء جدا وشاطرين جدا في التكنولوجيا ومتعطشين جدا للتعليم، هم اللي مظلومين من الكبار بصراحه يعني. انا يعني صديق الشباب وبحبهم وكل الشغل ده عشانهم، عشان الاطفال والشباب يطلعوا طب احسن انت مننا بكتير. شايف لو عايز ابدا من القضيه الكبيره قوي قبل ما اطلع فاصل السنة